25/2/2012 ومنذ هذا التاريخ والجمعية تشتغل في جميع الأهداف المتفق عليها في القانون الأساسي للجمعية، منها الحفاظ على المقابر الإسلامية وتوفير حاجياتها، ثانيا التنسيق مع الجهات المسؤولة محليا أو إقليميا أو وطنيا أو جهويا، ثالثا العمل على إحداث مقبرة جديدة بضواحي زين، خامسا العمل على توفير وسائل نقل الموتى، سادسا المحافظة على مصلى المدينة وتوفير حاجيتها. ومن هذا المنطلق قامت الجمعية بالشراكة مع جماعة زيو بتسييج المقبرة الجديدة لسيدي عثمان وجعل ممرات بين المقابر لتسهيل المرور على الزوار وتنظيمها أثناء الدفن، وإصلاح الطريق المؤدية إليها وخلق ساحة لوقوف السيارات وتنقية المقابر القديمة من الأعشاب. وكما كلفت الجمعية من تاريخ 3/3/2014 لتوفير صفائح اللحد لسقف المقابر. أرضية مصلى المدينة التي كانت غير صالحة للصلاة وخاصة الجهة الشرقية منها وتوسيع مداخلها وزيادة البابين من الجهة الشرقية لتسهيل دخول وخروج المصلين، وشراء 2300 متر مربع من الحصائر بمداخل الجمعية وتنقيتها، وكراء مكبر الصوت كل صلاة عيد من الأعياد الدينية. أما فيما يتعلق بمقبرة حلك رقصة التي كانت في حالة مزرية، تدخلت الجمعية بالتشاور مع جماعة زيو والسلطات المحلية وقامت بتسييجها وتنقيتها وإعادة الاعتبار لحرمتها. وكما قامت الجمعية بتسد منصور وترميم سياجها وإحداث طريق من المقبرة إلى الطريق الإقليمية رقم 6204 المؤدية لحاسب ركان بالتعاون مع جماعة زيو وجماعة نادستوت ومعمل السقار، وكذلك تسييج جزءا من مقبرة سيدي سعود وتوفير باب حديدية لها وإحداث ساحة لوقوف السيارات.
وفي إطار توفير وسائل لنقل الموتى، عملت الجمعية على ربط الاتصال بجمعية روابط المستقبل بفرنسا التي يترأسها الأخ كريم جعفر، حيث ساهمت بسيارة إسعاف كهيبة لصالح جمعية الخير. ولا ننسى أن ننوه بمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالناظور على تقديم يد المساعدة للجمعية بالتدخل لدى إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة لإعفاء الجمعية من الرسوم الجمركية المترتبة على هذه السيارة. هذا وبعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية أصبحت سيارة الإسعاف ملكا للبلد للجمعية. وبدأ استعمالها بتاريخ 23/4/2015 إلى يومنا هذا. وكما تم بناء قنطرة للراجلين على واد سيدي سعود للتسهيل على الزوار عملية المرور إلى مقبرة سيدي عثمان. وفي إطار ما يتعلق بإحداث مقبرة جديدة على الطريق المؤدية إلى بركان الذي سبق أن تحدثنا عليها في اللقاءات السابقة للجمعية، فإننا قمنا باتصالات مع رئيس جماعة ولاد ستوت ورئيس جماعة زيو حول هذا المشروع، حيث تمت المصادقة من الجهات الوصية على إعادة التخصيص بتاريخ 11/9/2015 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/9/2015 ومساحتها 15 هكتار. وكما قامت الجمعية بطلب لمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالناظور لتزويد مصلى المدينة بالحصائر، وقد حظي هذا الطلب بالقبول وتلقت الجمعية بما قدره 810 متر مربع من الحصير، حيث كان الخصاص عند كل صلاة العيدين. وفي مجال البحث عن الشركاء تم الاتصال بجمعية التواصل للتنمية والاجتماعية والثقافية بهولندا، حيث قدمنا لها ملفا يضم رغبة جمعية الخير للعمل المشترك في جميع المجالات. وبناء على ما ذكر نتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى لكل من ساعدنا أو ساهم معنا ماديا أو معنويا، ومنهم جماعة زيو وجماعة ولاد ستوت وجمعية روابط المستقبل بفرنسا ومندوبية التعاون الوطني بالناظور ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالناظور وجمعية زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بزيو ولجان المساجد بالمدينة، وكافة المحسنين داخل الوطن أو خارجه الذين ساهموا مع الجمعية عامة وإلى السيد حميدان جريدان خاصة، حيث وفر للجمعية حصة مالية مهمة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على التعاون والتضامن فيما بيننا لقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. مزدلفة. أولا المساجد. المساجد وحدها 9 المساجد في المدينة هي اللي جمعت هذا المنتهى. 7,048,720 المساجد، ويمكن نقسمها كالتالي: مسجد سيدي عثمان هو الأول 4 مرات الجمع فيها 1,775,510 المسجد العتيق 1,645,880 فرنك مسجد النهضة 856,000 مسجد الحسن الثاني
787,850. مسجد حد العيان 727,230 فرنك. مسجد الأمل مرتين 570,150 فرنك. مسجد بوزوف 4 مرات 205,100 فرنك. مسجد السلام 3 مرات 300,200 فرنك. مسجد عدويات 2 مرات 182,000 فرنك. المجموع 7,048,720 فرنك. هذه المساجد. ثانيا المنخرطين والمحسنين، ما مجموعه 19,512,230 فرنك. هذو المحسنين. وقد جاء في التقرير المالي السياح قردان حميدة، كذلك لا أنسى الإخوان أعضاء الجمعية اللي استقطبوا الإخوان ديالنا الجالية في الخارج وعاونونا، ومن ضمنهم الأستاذ الأخ ديالنا الزهري. ثالثا المجلس البلدي، المجلس في إطار الشراكة المبرمة بين الجمعية والمجلس البلدي قررها الأخير كيزودنا السلام عليكم كيزودنا 2,000,000 سنويا إلى حد الآن 2015-2016 4,000,000، المجموع 30,560,930. هذه هي المداخل 9,996,000 درهم. هذه المصومة، مصاريف المصومة. مقبرة سيدي عثمان وحدها 6,522,830. مقبرة قراقشة 5,200,000. مقبرة سيدي سعود 624,000. مقبرة سيدي منصور 236,000. سيارة نقل الأموات 2,692,000. الإخوان ربما نقش على سيارة نقل الأموات وكذلك فيما يخص المصلى. المصلى حنا كنعرفو المصلى كي كانت آلات، كنا كنكريو آلات رغم أنه كانت البلدية وكنت تعاونا، ولكن كنا كنكريو آلات، آلات الجرافة والجرارات اللي خدينا تما والطوبية اللي درنا مع الأبواب الجديدة اللي زدنا في المصلى، بزاف ديال العاملة كذلك، ثم كذلك تهيئ المصلى سنويا، يعني عندنا وعيد تهيئ المصلى سنويا 2,542,000 10 المرات من هذه البدينة، معدل تاع 264,000 بالمناسبة ديال العيد، معدل ديال اليوم جينا فيها التنقية، فيها التنظيف، فيها الطبية، فيها إصلاح الطريق المؤدية، فيها بناء الممرات سميتو، فيها إيصال وتزويد الماء للمقبرة الجديدة الفوق، إصلاح وترميم السور المتواجد داخل المقبرة، صنع الحد اللي كنديرو دابا حاليا، حنا كنديرو فيه حتى الحديد تاع الستة، باش ما يتهرش داك الحديد، هذه مدة حنا كنستعملو داك الحديد تاع الستة، لأن الناس مع المدة كيمشيو للقبور ديالهم كيلقاو بحال تزهدل. مقبرة قراقشة كما جاء في التقرير بناء السياج كامل، الطول ديالو 97 متر والعلو ديالو 2 متر، لأن علاش؟ كاين جوج الحقيقة كاين جوج سياج تما، كاين جوج مقابر في المقبرة، مقبرة فيها 97 طول و2 متر في العلو، المقبرة الثانية السياج الثاني راه تحت 99.